يتعرض عالمنا إلى تحولات جذرية. في كل مكان حولنا يحدث تغيير غير مرئي واستثنائي، فالطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتفاعل كمجتمع أصبحت رقمية بشكل متزايد، وأصبحت الأجهزة مترابطة في كل مكان، ويتم تبادل البيانات فيها بسرعة عالية. يقدم لنا هذا النظام البيئي الرقمي الجديد تحديات كبيرة وفرص جديدة لا تصدق. وللاستفادة من ذلك تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان وصول دولة قطر إلى طليعة هذه الثورة الاستثنائية. تجمع الأجهزة في كل مكان البيانات وتتواصل مع بعضها البعض باستخدام لغة عالمية. يشار إلى هذه المنصة عادة باسم إنترنت الأشياء، التي ستساعدنا جميعاً على العيش والعمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال أتمتة العديد من المهام اليومية. بينما نستعد لمستقبل أكثر ترابطاً، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطار تنظيمي شامل وسريع لتلبية متطلبات هذا العالم الرقمي الجديد. من خلال هذه اللوائح التنظيمية الشفافة والعادلة، ستدخل التكنولوجيا الجديدة بصورة أسهل بكثير، وهذا يعني أن الناس والشركات في دولة قطر ستبدأ بالاستفادة من هذه التطورات بشكل أسرع. الخدمات والتقنيات التي لا يمكن تصورها اليوم ستكون جزءاً من الحياة اليومية في مستقبل دولة قطر. ستصبح المباني الذكية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وذلك من خلال الإضاءة والتكييف وأنظمة الحماية الذكية. ستتيح شبكات المواصلات الذكية التنقل بسلاسة في جميع أنحاء دولة قطر، وذلك من خلال أنظمة إدارة المرور والنقل العام. ستساعد خدمات المدينة الذكية في تحسين الاستدامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين. إلا أن هذا الحجم من البيانات الآنية والحاجة المتزايدة للاتصال سيشكل متطلبات غير مسبوقة على شبكات الاتصالات من حيث الطاقة الاستيعابية والأمان. ولتمهيد الطريق لهذا النظام البيئي الذكي الجديد، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحضير الكامل للبنية التحتية لدولة قطر لتلبية أي متطلبات تكنولوجية في المستقبل. يستخدم نظام بروتوكول الإنترنت لتعريف الأجهزة على شبكة الإنترنت، وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات مع أصحاب المصلحة على الانتقال من الإصدار الرابع الحالي من بروتوكول الإنترنت إلى الإصدار السادس، والذي سيمكن اتصال عدد أكبر من الأجهزة ببعضها البعض على شبكة الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أماناً. لزيادة تحسين الحياة الرقمية للمواطنين، تم إنشاء لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، وسيستفيد المشروع من البنية التحتية الحالية في دولة قطر والتي يستخدمها مقدمو خدمات الإنترنت لتبادل المعلومات. سيحسن هذا المشروع الجديد إلى حد كبير من سرعة البيانات المتبادلة داخل قطر، مما سيقلل من وقت الاستجابة وسيخفض التكاليف، وسيجعل تجربة استخدام الإنترنت أكثر أماناً وكفاءة ومتعة للجميع. من خلال العمل المستمر لهيئة تنظيم الاتصالات وبوجود واحدة من أقوى شبكات الاتصالات الذكية في العالم، فإن دولة قطر مستعدة للاستفادة الكاملة من هذا الاقتصاد الرقمي الجديد. هيئة تنظيم الاتصالات، نجعل الاتصالات تعمل من أجلك.